أنا هالمرة مو ناوي جامل حدا أبداً. رح أعمل يلي براسي وبس. رح أفضل مصلحة البلد فوق كل مصلحة. ومن هالمنطلق رح أنطلق. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. جاهزين نجدة بيك؟ جاهزين. يلا. مبروك سيدنا. مبروك تكليفكم بتشكيل الوزارة الجديدة. الله يبارك فيك. يعني هالتكليف هاد سيدي وبهالمرحلة الحساسة هاي إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة الرئاسة فيكم ورضاها عن سياستكم. شكرا يا بهاء، شكرا. حاجة بقى سيدنا، حاجة بكفي. لازم أش دقنا؟ لا سيدي، الوزارة القديمة. أيوه. ناويين تطروها شوي سيدنا؟ الوزارة جديدة؟ لدقنكم سيدنا. شوف شغلك، طري لي منيح. شو قلتوا يا حضرات؟ شو رأيكم باللي سمعتوه؟ والله ما بعرف يا نجدة بيك، يعني هيك تغيرات بجوز ما ترضى عنا القوى السياسية بالبلد. مثلا سحب كرسي من حزب التقوقع راح يعمل مشكلة، لأنه طول عمره هالحزب له 3 كراسي بالوزارة. صحيح، بس هالحكي هاد لما كان الحزب يعزه، بس هلا كل ماله عم يتقوقع وينطب على حاله. يعني زعماءه هرهروا وقادته صفرنوا وقواعده كل ماله عم تكش. يعني حزب بلا قاعدة شعبية شو بيطلع منه؟ بقى أنا شايف إنه كرسيين بالوزارة بزيادة عليه. طيب أنا كرسي رح تسحبه منه نجدة بيك؟ كرسي وزارة المعارف. بس هذا أهم كرسي معهم سيدنا. ولو كان يا منذر، ولو كان. طيب ولمين ناوي تعطيه هالكرسي سيدنا؟ رح أعطيه لحزب الطريق الوعير. سيدي هذا حزب جديد وما له غير 3 نواب بالبرلمان، يعني ما بيستاهل هيك كرسي. ومنشان هيك بدي أشركه بالوزارة، لأنه بصراحة لازمنا دم جديد ونفس شباب. حاجتنا اختيارية وعقول مخوخة طلعت إيد المسألة. بعدين لا تنسوا أنه خط حزب الطريق الوعير قريب كتير لخطنا. خططت لك سوالفك سيدي؟ ايه خططهم، معلش. طيب سيدي حزب المستقبل الباسم شو رح تعطيه؟ نفس الكراسي، بس رح اسحب منه كرسي وزارة الطرقات واعطيهم بداله وزارة بلا حقيبة. ايه بس وزير الطرقات محسوب على الجبهتين. شلون يعني؟ يعني محسوب على حزب المستقبل الباسم وعلى حركة المستقبل الواعد، وابقائه بالوزارة يعني نحن عم نكسب الجهتين. ما راح اطالعه برات الوزارة، راح اعطيه عوضة وزارة الفلاحة والسقاية. بعدين حركة المستقبل الواعد انا ضمنانة، حاططها تحت باطي. بدك تدير بالك. ها ولا يهمك سيدي، خليني على مهلك. طول عمرك يا سيدي. حزبنا متقوقع؟ هو قال الحكي؟ هيك سمعت بإذني. وكم كرسي ناوي يعطينا بالوزارة الجديدة؟ كرسيين معتصم بيه. يا حبيبي بعد 30 سنة نضال ناخذ كرسيين بس؟ لا أنا بحتش، ما بسكت على هالشي أبدا. العمى قال كنا ناويين ناخذ كرسي رابع، القوم درجة على الكرسيين؟ لا يمكن. خفف لك شعراتك سيدنا. لا تخفف شي أنت التاني، مالك شايفهم بالزور عم يطلعوا؟ وشو ناويين تعملوا سيدي؟ نفكر حط باروكه. قصدي بالوزارة مولانا. شغلة ما بدها وقفة. اليوم رح أعقد اجتماع مع قيادة الحزب ونتدارس الانسحاب من الحكومة كلها على بعضها. بس هالانسحاب مو من مصلحتكم أبدا يا سيدنا. بجوز، بس كرسيين ما بكفونا. يعني يا 3 كراسي يا أما ما بدنا هالشغلة بتاتا. خلينا نطلع بماء وجهنا على الأقل. معتصم بيك، ليش ما بتضغطوا عليه؟ شلون بدنا نضغط؟ يعني ليش ما بتشكلوا جبهة واحدة وبتتماسكوا مع حزب التماسك وبهالشكل بيرضخ نجدة بيك لكل طلباتكم؟ بس نحن طول عمرنا مثل القطة والفار نحن وياهم، شلون بدنا نلتقي هلا؟ شلون؟ مولانا عدم المؤاخذة، يعني طالما نهجكم واحد ما في مشكلة، مو الحزبين رافعين شعار الرفاه الاقتصادي؟ طبعا. ومو الحزبين ناويين يقضوا على الجهل والتبعية والتخلف قضاء مبرما؟
ما في شك، ما في شك. ومو الحزبين ناويين يقضوا على الأمية بمعاقلها ويقلعوا البطالة من شروشها يا سيدي؟ شيء أكيد، شيء أكيد. أصبح بالنهاية أنتوا وياهم عم تشتغلوا لمصلحة الوطن، مو هيك يا سيدنا؟ بيان سور، بيان سور. عظيم، يعني محلولة المسألة سيدي، وين المشكلة؟ وبالنهاية رح يكون تصرفكم خطوة تكتيكية ما بتمس باستراتيجية الحزب على المدى الطويل. معك حق. اليوم الاجتماع رح أطرح الاقتراح للمداولة. زبط لكم شواربكم سيدي؟ زبطوا. مستحيل نتحالف معهم. حزب التماسك طول عمره متماسك بوش المتسربين لصفوفه. حزب التماسك طول عمره واقف ضد ادعاءات وزيف وهرطقات حزب التقوقع. عفوا برجك بيك، اسمحوا لي احكي كلمه؟ تفضل. يعني حضرتكم من مصلحتكم هالتماسك هاد وبهالمرحله هي. شلون يعني؟ يعني سيدي هاي فرصه ما بتتعوض لتحطوا حزب التقوقع تحت باطكم، لانه التقوقعيين اذا ما حطوا ايدهم بايدكم بجوز يطلعوا برات الوزاره، وهي ورقه بايدكم بتحاربوا فيها كيف ما بدكم سيدي، وبتاخذوا من الحكومه اللي بدكم اياه. بجوز بس عفوا سيدي، ما بدي بس بهجت بيك، يعني بهيك وضع بإمكانكم تاخدوا سوا 6 كراسي، يعني بتحطوا عينكم على أحسن 3 كراسي وبتزتورن الباقي. معقول، معقول كتير، وخاصة أنا حاطت عيني على وزارة الإعاشة. أحسنت، أحسنت يا بهاء. شكرا بهجة بيك، نحن حابين نخدمه بس. انتفلك بالخيط سيدنا؟ انتفلي. روح لعند شوكة بيك. شو هالحكي؟ من ايمتى كان حزب التقوقع يوالف على حزب التماسك؟ لعمة صار لهم 10 سنين مختلفين، هلا حليلهم يعملوا جبهة واحدة على حظي؟ فعلا اجدد بيك، هالخطوة ما كنا متوقعينها ابدا. مين وراها يا ترى؟ بشو عم تفكروا سيدي؟ خايف يكون في جهة خارجية ورا هالحركة. معقولة؟ بالسياسة لا تستبعد شيء يا منذر. طيب شو ناويين تعملوا نجد البيك؟ رح اضطر ابدا من جديد. هذا مشروع اول تشكيله، بدي اعيد النظر فيه. سيدي انا من رايي تتلاحموا انتوا حزب التلاحم، ما عاد في قدامكم غير هالحل سيدي. هيك قلتها؟ ايه طبعا، يا اما بتزحلطوا كتلة التقوقع والتماسك وبتطلعون اوت وبتاخذوا سيدي 7 كراسي بالوزارة، يا اما عدم المؤاخذة، يعني هن اللي بده يطالعوكم. وانا من رأيي المتواضع يعني الشغلة صار بدها مناطحة، وانتم ما شاء الله كان عليكم يعني
روسكن كبيرة سيدي وماكنة. ناطحوا سيدي ناطحوا. يعطيكم العافية نجدة بيك. الله يعافيك. شو الأخبار؟ الأخبار ما بتسر أبدا. خير خير. حزب التلاحم وحزب القبعات الخضر تلاحموا مع بعضهم سيدي وطالبوا بأربع كراسي وإلا بدهم ينسحبوا من الحكومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أنت كان حزب التلاحم يلحم دمه على حزب القبعات الخضر؟ مو كانوا بزمانهم رح ينتفوا بعض بانتخابات النيابة؟ بلى سيدي، بس هي سياسة، وأنتوا بتعرفوا أنه بالسياسة سهل كتير أعداء الأمس يصبحوا أصدقاء اليوم. فعلا السياسة ما لا دين ولا ناموس. شي غريب غريب اللي عم يصير بهالبلد. اكيد في ايدين اجنبية عم تلعب من تحت لتحت، بس ايدين مين يا ترى؟ بموت سبع موتات بس اعرف. يا قسما بالله اذا طار كرسي وزارة معارف من تحتي لاجعل عليها وطية. ما بيطير سيدي ما بيطير، بس يعني المسألة بدها شوية حسن تكتيك واستغلال للفرص. بتريدوا احلق لكم بالمقص ولا بالمو سيدي؟ اتركني الموس والمقص هلا وقل لي شو بتقصد بهالحكي؟ نجدة بيك ما له اعتراض عليكم شخصيا سيدي، انا سمعت هالحكي من تمه. مزبوط هالحكي. انا ونجدة بيك بتربطنا صداقة تاريخية من وقت كنا صغار. ها؟ شفت شلون سيدي؟ نجدة بيك معترض على الحزب، يعني بصريح العبارة هو مو ناوي يعطي هالوزارة المهمة للتقوقعيين ولا حتى للتماسكيين اللي تحالفوا معهم. ليش ما بعرف يا سيدي؟ معك حق، أنا من الأول كنت معترض على هيك خطوة ورفضت رفضت بشدة، بس القرار أخذ أغلبية. نحن شو بدنا بهيك تحالف طالما ما رح نقدر نحافظ على كرسي المعارف؟ سيدي عدم المؤاخذة، يعني جماعتكم عم يخبصوا شوي شوي؟ مو شوي، كتير عم يخبصوا، كتير كتير. والمسألة صار بدها حسم سيدي. شو قصدك؟ وضح وضح يا بهاء وضح. يعني سحبوا من الحزب سيدنا. ولك شو عم تحكي انت؟ شو جنيت يا بهاء؟ انت بتعرف قديش صار لي عم اكافح بحزب التقوقع؟ اكثر من 10 سنين، 10 سنين لحتى قدرت اوصل للي وصلت له. بقى معقولة كب كل هالشيء بسهولة؟ وانتوا قلتوها يا سيدي، حاجتوا حزب التقوقع 10 سنين من جهدكم وتعبكم؟ صدقني يا سيدي ما بيستاهل منكم أكثر من هيك. يعني مواهبكم وإمكانياتكم ومركزكم بالبلد أكبر من هيك حزب يا سيدي. يعني صار لازم تلتفتوا لحالكم شوية معالي الوزير، مو معقولة كل وقتكم يتسخر للمصلحة العامة. حاجة المصلحة العامة 10 سنين حاجة كفاها الله سيدنا. إيه بس وجودي بالحزب بيعطيني أفضلية. يعني مو معقول يعطوني كرسي الوزارة وأنا بلا حزب. طيب يا بيك ليش لحتى تضلوا انتوا بلا حزب؟ وضح وضح يا بهاء وضح وضح. حاضر سيدي. عفوا عصيت لكم ربطة سيدي؟ هلا اتركني من ربطة وقل لي شو بتقصد بهالحكي؟ يا سيدي انتوا علم من اعلام السياسة بالبلد و100 حزب بيتمناكم، ما عليكم الا انه تختاروا شي حزب اسهمه عالية وله مستقبل وبتنتسبوا له فورا يا معالي الوزير. مثل مين يعني؟ حزب الطريق الوعر يا سيدي. حزب طريق الوعر جديد وشادد ونجدة بيك رضيان عنه كتير، وهيك بدل ما تكونوا معاليكم بالوزارة بموقع المعارضة بتكونوا بموقع الحليف والمؤيد. بقى شو قلتوا معالي الوزير؟ فعلا انك نمس. وين كنت بتخبي من زمان يا بهاء؟ وين؟ نظفكم ربطكم سيدي؟ نظف لي. الله يعافيك. خذني لعند حكمة بيك بس بسرعة الله يرضى عليك. أمرك بهاء أفندي. تفضل. احترامي نجدة بيك. خير؟
الأخبار ما بتسر أبداً. سيدي يا ما هالخد تعود على هاللطم. هات لشوف شو في عندك. سيدنا حزب التحالف تحالف مع حلف التنافر، وحركة المستقبل الباهر مجتمعين مع حركة الماضي الغابر، وراح يطالعوا بيان مشترك بعد ساعة. شو هالحكي؟ لعمة كل شيء إلا هدول؟ المستقبل الباهر مع الماضي الغابر؟ ما عم بفهمها هي. شو صاير يا ناس؟ لك هدول أكتر ناس معاكسين بعض؟ ولك شو هاد يا منذر؟ شو صاير بالدنيا؟ وين أهلها؟ المستقبل والماضي قطبين متنافرين ومستحيل يجتمعوا. بقى شلون اجتمعوا؟ شلون اجتمعوا يا مدحت؟ شو بيعرفني سيدي؟ سيدي على قول المثل اجتمعوا الفيران على كشك الجيران، يعني المكاسب هي يلي عم تجمعهم. ولك ما اختلفنا، بس مو هدول؟ ولك شو عم يصير بالبلد؟ ما عم بفهم. شغلة بتحط العال بالكف. طيب والعمل؟ أنا عمل هاد؟ ليش لسه في عمل؟ أخ راح تدوخني الوزارة. بضربها يمين بتجي شمال، بضربها شمال بتجي يمين. حاسس كأنه في ناس عم تعاكسني. أكيد في أصابع عم تلعب بالخفاء. حاسس كأنه في ناس عم تشتغل ضدي يا جماعة. هدي أعصابك نجدة بيك، يعني ما بصير هيك. وين الوزارة يا مدحت؟ أنا وزارة سيدي. المسودة اللي كتبتها الصبح. إيه تفضل. هات لك. أوه. ها ها نشوف آخرتها مع هالوزارة. ها طريق الوعر أسهمه مرتفعة جداً ونجدة بيك معكم. أنت سمعت الحكي من تمه؟ ولو يا سيدي سمعته بأداني هدول. عظيم، هذا مؤشر ممتاز. بقى يا حكمة بيك قد ما فيكم تستقطبوا شخصيات سياسية مهمة لا تقصروا. أنتوا هلأ بحاجة يا سيدي لكوادر حتى تضربوا ضربتكم. معك حق. عم قول لحالي ليش حزب التمرد عرض علينا نتحالف معه. اوعى حكمة بيك، اوعكم تتحالفوا مع حدا. انتوا لا سمح الله مالكم ضعاف لحتى تعملوا هكذا تحالفات. هيك قلتك؟ طبعا سيدي، هنن بدهم يتحالفوا معكم ليطلعوا على كتافكم. يعني عفوا، من ايمتى كان حزب التمرد يطيق يسمع باسمكم يا سيدي؟ عفوا حكمة بيك، بس هذا هو الواقع. مزبوط. اصلا بجريدتهم مالهم شغله ولا عمله غير مهاجمتنا وشتمنا. شفتوا شلون سيدي؟ شفتوا شلون حكمة بيك؟ خفف لكم شعراتكم سيدنا. اعمل مثل ما بدك. حاضر سيدي. سيدنا عفوا، شو اخبار حكومتنا الجديده؟ ان شاء الله انطبخت ومشي حالها. ما طبخ شيء لسه. شو الاسباب يا ترى سيدي؟ لك التيب شغلك هلا، شو بدك بهاللعي؟ حاضر سيدي، بس انا عندي اقتراح صغير، واذا ما عجبكم ارموه الحشوه. بس سيدنا اعطوني فرصه صغيره. وعن شو هالاقتراح؟ عن تشكيل الوزارة الجديدة سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت شو حشرك بتشكيل الوزارة الجديدة؟ شغلتك هي؟ نجدة بيك خدوني بحلمكم وشملوني بعطفكم شوي، ولا تستهينوا فيي. صحيح أنا حلاق، بس إلي مراء بالسياسة. السياسة خارطة مشطي تماما، يعني سوسة من عند رب العالمين مالنا يد فيها نحن. المهم هلأ شو بدك؟ سيدنا وأنا بالبيت كنت قاعد عم بتسلى، قمت قلت لحالي يا ولد ليش ما بتقعد تجرب تكتب مشروع تشكيل الوزارة الجديدة؟ يعني سيدي تجريب هيك، يعني تقطيع وقت. بقى يا ريت تتنازلوا شوي وتتعطفوا علي وتقروا شو كتبت سيدنا. اللهم أجيبك يا طولة البال، هذا اللي كان ناقصني. هات لشوف. وين الورقة؟ حاضر سيدي تفضل. عمى والله مزبوط. ولك شلون ما خطرت ببالي هي؟
اوف 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 الشغل مرتب تمام على المسطره وعلى البيكار. هلا هالورقه هي انت كاتبها ولا حدا عاطيك اياها؟ اعكس الدقه. اعوذ بالله سيدي، انا اللي كاتبها. يعني كل هالافكار اللي فيها افكارك؟ بكل تواضع نعم سيدنا. غريبه، يعني ما كان مبين عليك انك بتتعاطى بالسياسه او انك ملم بهالامور لهالدرجه؟ يعني عجبتكم سيدنا؟ اها عجبتنا طبعا عجبتنا. ولك بتعرف انه ايديك هدول بده اللف بالحرير؟ لك وزاره كامله هي، وزاره كامله محبوكه ومسبوكه، ومو ناقصه الا شغله صغيره بس، يعني مشكله بسيطه اذا قدرنا نلاقي لها حل بتكون تشكلت معي الوزاره على احسن وجه. وممكن اعرف شو هالمشكله سيدنا؟ وزير المعارف وجوده هون بيعطي كرسي زياده لحلف التقوقع والتماسك على حساب حزب الطريق الوعر. هي محلوله سيدي. شلون؟ بسيطه سيدنا. شرفوا مولانا، هاي صوره طبق الاصل عن انسحاب السيد الوزير من حزب التقوقع. مظبوط. وهي طلب انتسابه لحزب الطريق الوعر. معناتها انحلت. وهي قرار الحزب بقبول الطلب ومنحه درجة الشرف. معناتها انحلت وتشكلت الوزارة. ولك منين انت الله بعت لي اياك يا بهاء؟ بتصدق انه كنت رح اعتذر عن تشكيل الحكومة قبل ما تيجي بنص ساعة؟ بقى منيح اللي الله ألهمني اني اتريس شوي. اسمع لك، انت معك بكالوريا شيء؟ معي سيدي. وهي في معك حقيبة؟ يعني مو لازمك حقيبة. وأنا بقيان عندي وزارة بلا حقيبة، شو رأيك تاخدها؟ لا 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 سيدي دخيلكم، أنا بحب أشتغل بالسياسة للمرأة بس، يعني من بعيد لبعيد، وما بدي أقرب عليها حتى ما أكتوي بنارها. وبصراحة أنا ما بدي أصير وزير سيدي، ما بدي، ما عندي هالهوس. ليش يا بهاء ليش؟ معلوم سيدي، لأنه بدي وظيفة ثابتة نجدت بيك.